وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا نرجع لاسم سوزوكي والسيارات. أنا لا أعرف بضحك أمزح على السيارات الصغيرة جدا والكبيرة جدا، لأن في كل الأحوال بيكونوا النقي اللي زي تو إكستريمز النقيضين. لكن معانا سيارة من الصانع الياباني، طبعا هي تصنيع ماروتي سوزوكي ماروتي بالهند. معنا سيارة عملية اقتصادية. أنا لي فترة شوية بركز على عملية ناس كثير عندهم سيارات كبيرة مخلينا لهم للعيلة مريحة، بس يبغى السيارة يفرفر فيها جوا البلد، بيروح بيجي يقدم مشاويره، وفي نفس الوقت مع تشديد على العملية أنها تكون سيارة اقتصادية. معنا سوزوكي طبعا هذا الفيس ليفت نزل لها في 2019-2020 نفس الحاجة، فما شاء الله 19.4 كيلو في اللتر، الأسعار من 54 لحوالي 63-62. طبعا الأسعار تطلع وتنزل حسب العروض حسب المواصفات يعني إلى آخر المواضيع دي كلها. فمعنا سيارة على 2019-2020 سوزوكي سياز تصنيع الهند من شركة سوزوكي ماروتي. خليكم على طول. السيارة شوية أقل من 4.5 متر، فهي أوسع أرحب أكبر من الديزاير، وجايتكم على أساس أنها سيارة زي ما قلنا فيس ليفت. مقارنة بالفيس ليفت الموديل الأقدم منها حسن المقدمة، المحرك كبره من 1400 إلى 1500 سي سي، العزم ارتفع، أحسن ارتفعت، نعموا السيارة، جملوها شوية بعض المواصفات الجميلة، وأعطت سيارة عملية مختصرة مفيد جدا، ما فيها أكثر من كده. فيها سي دي يعني المسجل فيها سي دي، ما فيها أبل كار بلاي، تشبك بلوتوث تشتغل معك، الاندرويد والابل كار بلاي لسه بدري شويه عليها، باقي المواصفات ال اي دي والمواصفات الثانيه شويه درع زي ما قلنا في الفئه الافخم مع جلد، اما الباقي زي ما قلنا هنا تبغاها سياره فليت اساطير شركات او تبغاها سياره شويه افخم، السعر معك من خلينا نقول من 50 ل 60 كذا مريحين شويه، هذا المقاس اللي موجود ولا السعر الموجود معنا. انا قاعد في الكراسي الخلفيه، عندنا حوالي 4 اصابع للظهر، للسقف عند كمان حالي يعني ما بدي اقول 5 اصابع، جاء 4 اصابع شويه في فتحتين تكييف. بصراحه محترم جدا عمليه فتحتين التكييف اللي في الديزاير والسيازه الخلفيه اللي موجوده، متنفس افضل للتكييف للناس، مسنديد بسيط، ولعت كهرباء مع انه صراحه جبنا في الديزاير كان في مكان واحد يحط فيه الجوال حقه هنا، زي درج صغير يحط فيه الجوال، وعمليه ادراج صغير في كل مكان، لوحه قرير مويه شيء بسيط حطها فيها. هذه الشنطه الخلفيه، ضغط الزر من الخلف تتفتح. عندنا هنا 495 لتر سعة تخزين داخل شنطة السيارة، يعني على حجم السيارة بصراحة السعة حقتها لا بأس فيها أبدا، على حجم السيارة في عندنا فيها في مساحة ممتازة. طبعا للأسف النوع الخلفي ما في حساسات، هذا أقل نوع فما في حساسات أمامية أمامية وخلفية، النوع الآخر أوبشن بيكون موجود. هذا بسلمكم المفاعل النووي الحجم الكتكوتي، فحتى لو تلاحظوا خذوا بالكم شوفوا قديش حجم يعني مواصير الشكمان من كثر ما يعني حاجه كتكوتيه جدا، شوفوا قد صغرها. هي هنا الفكره كلها زي ما قلنا محرك اقتصادي توفيري من الطراز الاول وانتهينا، صلى الله وبارك. مقاس الكفرات 185 على 55 15. الان خلصنا تجربه السياره وشفناها سريع سريع، خلنا نطلع نغبرها شوية ونشوف أداء السيارة معنا. نرجع نؤكد ونركز ثاني مرة، السيارات هذه ما هي سيارات رياضية، سيارات عملية سهلة الإيقاف في أي مكان، دي تو دي يوميا تستخدمها لما يقولوا لما تهلكها، ما حتستهلك منك يعني، حتى إذا قلنا كفرات بتراب الفلوس مقاس 15 أو 16، صار فيها بنزين حتكون ممتازة، صيانة سريعة. هي هذه السيارة تعملت إنه الجندي المجهول اللي بيعمل كل شغل وما بياخذ زي ما يقولوا ايش الدلع ولا الكريدت والمحبه. عندك سياره كوباي، سياره فخمه كبيره، سياره دلوعه، جيب ديك اللي بتاخذ زي ما يقولوا ايش المناظرات الاعجاب والفخامه، دول اللي بيسوي الشغل الجندي او الجيش اللي بيسوي الشغل كله على فم ساكت بكل صمت يؤدي عمله المطلوب منه بارخص ما يمكن. هذه هي سياره مختصر. زي ما قلت انا بعيد دائما على عمليه انه نفس المواصفات في حكايه الرباقات الخلفيه، بس اتمنى كان يكون فيها رباقات خلفيه، لكن بشكل عام السياره سكتها حتى الجير 4 سرعات، اعتقد لو حطوا جير بوكس ماني من انصار الجير بوكس السي في تي، بس للصيانه ارخص انه جير بوكس 4 سرعات، لكنه في التوفير السي في تي افضل، او انه يحطوا جير بوكس مثلا ثاني يكون 5 سرعات، قد يكون انه على قدام مع انه ماخذين بالاعتبار عمليه السعر انه يكون منخفض التقنيه ومنخفض السعر عشان العملانيه وقله المشاكل، بس اعتقد انه برضه ممكن تساعد لانه ما شاء الله سوزوكي شايف سياراتهم كلها 19.4 21 22، يعني عندهم سيارات ما شاء الله من كيلو في اللتر واحد، عندهم سيارات اقتصاديه بشكل ممتاز. خلينا نطلع نغبر السياره ونمشي.
نشوف نوريكم كفر الغبره وتعرف حرق كفرات اكيد حتى تصل اليوم بالمرور من كثر ما حنحرق الكفرات وما شاء الله مخترقين جدار الصوت بالسرعه احنا ماشيين فيها. السرعة القصوى 149.7 150 تقريبا من 0 ل 100 ل 0.38 2.4 من 0 ل 100 13 ثانية ونص في الفرامل البيك جي جابت فاصلة 1 هذا التسارع لين 100 ل 40 يعني من 0 ل 50 0 ل 40 0 ل من 100 ل 0 في 51 متر فاصلة 7 وهذا يمكن الحين 4 مرات بنجرب التسارع الفرامل بقوة. نسبة الازعاج 66.9 66 دسبل فاصلة 9. الان جربنا السيارة شفنا عزلها زي ما احنا شايفين العزل نسبة الازعاج معانا الان ممكن تتحسن معانا شوية. الحشين نقطة في السيارة ما شاء الله عملية ممتازة من الطراز الاول ما لا يعلى عليها. منافسين السيارة هذه عندنا الكورولا والإلانترا فأعتقد أنها تفوق عليهم سعريا. العيوب اللي أنا شايفها عندنا الله يسلمكم حكاية السعر شوية محتاج ينزل. إرباقات خلفية ما في لكن منافسين السيارة هذه عندنا الإلانترا والكورولا تتفوق عليهم سعريا. في رأيي أنا أعتقد السيارة دي محتاجة برضو شوية هزة في السعر يعني مراعاة مجاملة في السعر شوية للعملاء أو أنها تعمل لها الله يسلمكم كمان عقد صيانة مثلا مجاني معها كنوع من الإغراء للعميل في البداية ودفع لاسم سوزوكي. اسم سوزوكي شركة عملاقة لها وزنها في السوق قوية قديمة من زمان لكن مع تغيير الوكرة أتمنى أنه يصير يعني مراعاة أكثر لعملاء سوزوكي ودفعهم وإغراءهم بشكل أفضل. ولا أنا أعتقد بصراحة نجيب العيسى أوتو ما هم مقصرين في شيء. الآن موجودين في جدة داخلين على الرياض عما قريب باقي المناطق في عندهم خطة توسعية قوية لكن ما يمنع إغراء العميل شوية بشوية أشياء شوية سكر إضافي خلي العميل سعيد ومبسوط إنه اشترى السيارة. السيارة ما شاء الله عملية من الطراز الأول ما عندنا أي ملاحظات عليها. الإرباقات الخلفية ناقصة في الفئة دي. السعر شوية زي ما قلنا عمليات إنه ممكن يتحسن أو يتجمل العرض شوية بشوية دلع للعملاء أعتقد شيء حيكون إضافي جميل. ختاما شكرا لكم متابعتكم واتمنى كده قدرنا نديكم تفاصيل السيارة كاملة واسفين لو طولنا عليكم بس يعني السيارة كلها قد كده فحبينا شوية نمطها شوية عشان تبان الامور كلها كاملة. شكرا لكم.